الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذه التغطية بمناسبة يوم عرفات. كل عام وحضراتكم بألف خير. في هذه الفقرة يسرني ويسعدني أن يكون ضيفا علينا جميعا الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ مصطفى فرحات. أهلا بك. يا أهلا مرحبا محمد. مرة أخرى معلش مقصرين في حقك كتير، بقالني 5 سنين. هي أقدار، ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ أنا مقصر كده حبيبي، ربنا يحفظكم. يا أهلا بك. الله يحفظكم، نستفيد بعلمك دايما، ربنا يرفع قدرك. بارك الله فيك وفيكم. يعني في قضية وحضرتك يعني قبل اللقاء نبهتني لها، وهي قضية جميلة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، نعم، عند بيتك المحرر، نعم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، نعم. يعني إحنا لقائنا يا شيخ مصطفى بعنوان تأملات في عرفات، والحقيقة لما حضرتك ذكرتني بهذه الآية بارك الله فيك، ربنا يحفظك أستاذنا والله الفاضل، ربنا يرفع قدرك. لا أنا يعني تفكيري كده وخيالي سرح لي بعيد، إنه إيه قمة الاستسلام دي؟ إن سيدنا إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، صحراء وجبال، لا زرع ولا ماء ولا مقومات، صحراء وجبال، نعم نعم، وتستسلم لأمر الله عز وجل وتترك هاجر وتترك ابنها إسماعيل الطفل الرضيع، ولا أكل ولا شرب ولا مية ولا أي حاجة، ده حتى يعني ما تقدرش توفي طلبات هذا الطفل، يعني ما علينا هي تصبر، لكن الطفل ربنا ليقيموا الصلاة كمان، وبعدين فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني شوف دعوة يستجيب الله سبحانه وتعالى لها منذ آلاف السنين، منذ آلاف السنين، ويهرع الناس بالملايين كل عام، يعني سبحان الله تأملات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستاذنا الفاضل، يعني أردتم أن نتكلم عن عرفات، وكيف نتكلم عن عرفات ولا نتكلم عن الخليل عليه السلام الذي على أثره وإثره كانت المناسك، ما شاء الله، على أثره وإثره كانت المناسك. صحيح. فإبراهيم هو الذي قال الله له وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ولم يكن في هذا الوقت أي وسائل تواصل، يعني أنا ما يقول لك ممكن واحد يتكلم في الشرق يسمعهم في الغرب، لم يكن هذا موجود في هذا الوقت. من الذي أبلغهم؟ إن عليك إلا البلاغ. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل وعليه البلاغ، فسمع كل الخلق من المؤمنين، من المؤمنين هذا النداء فلبوا بأفئدتهم. الآن كل أفئدة المؤمنين تريد أن تذهب إلى هناك. يعني أنا مما قرأت وسمعت من علمائنا الأكارم إن يقول لك حتى الناس في أصلاب، نعم، أمهاتهم، نعم، أحبوا هذا العمل. سبحان الله. فيبدأ هذا العمل بأمر عجيب، أن إبراهيم عليه السلام يبلغ من السن عتية، ثم يخدم، تأتي هاجر إلى سارة فتمنحه، وسارة لم تكن تنجب فأنجبت هاجر، فأمر إبراهيم أن يأخذ هاجر وولدها بعد العمر الطويل، بعد العمر الطويل، والشيء حينما يأتي خاصة الذرية بعد عمر طويل يكون له في النفس رغبة وحب. إبراهيم الخليل تخلل حب الرحمن في قلبه، فما عاد لأحد موطن في قلب إبراهيم، قال له اترك زوجك وولدك، فأخذهما وذهب إلى هذا المكان. فإذا بهاجر، وهذه بأول الاستسلام، استسلام إبراهيم لأمر الله، فإذا بهاجر بعدما وضعها، وكان يعني غير مقاطعة، وكان في فلسطين،
يعني مسافه، يعني ما كانش في مكه. نعم، ما كانش في مكه هذا الكلام، مسافه بعيده. لذلك مسافة بعيدة. المسجد الاقصى طهره الله يسمى المسجد الاقصى لبعده عن المسجد الحرام، مكان بعيد. فيضع هاجر وولدها فتناديه وينطلق ابراهيم، نفذ ما عليه، انتهت المساله. وهنا ينبغي ان نذكر في وصف ابراهيم من قول الحق جل وعلا: ان ابراهيم لحليم اواه منيب. الله. قلب ابراهيم نفسه قلب رقيق، قلب ابراهيم حليم اواه منيب، قلب رقيق. الله. قلب رقيق جدا ويفعل هذا. مساله فيها صعوبه. يعني معلش، اصله انا عارف ان التاملات هنا هتاخد وقت. طيب فانا عايز ان شاء الله يا رب كده في لقاء نبقى مع بعض كده ساعه كده ونتكلم فيها. يعني قمه الاسلام، ده طفل جاله وهو رجل، يعني رجل كبير، يعني قد وخطه الشيب وتزوج قبل ذلك ولم ينجب. نعم. وبعدين يعني شوف معزته عنده وحبه ليه، وبعدين يؤمر ان يتركه. لا، واستسلام اخر. واستسلام اخر. هاجر يا ابراهيم، يا ابراهيم. فلا يلتفت حينما تساله: يا ابراهيم، الله امرك بهذا؟ يقول: نعم. خلاص، هي كمان ايه؟ رضيت واستسلمت. اذا لا يضيعنا. كلام امر الله لا يضيعنا. هي اسلمت ولم يكن عندها من الاشياء الماديه ما تعتمد عليه، فيش ماديات، هم شويه التمر شويه المي، انتهوا. فذهبت هاجر تسعى بين الصفا والمروه، تصعد على الصفا وتنظر هل من مغيث، وتجري الصفا وتسعى. فحينما تستبطن الوادي تجري، وحينما ترتفع تمشي، الذي هو السعي الآن. السعي. تمام. فعندما انتهت من الأصوات السبع سمعت صوتا، قال: لقد أسمعت إن كان عندك غياث. لو أنت عندك غوث لنا إحنا سمعنا. فقال: إنها هنا بيت يبني هذا الغلام مع أبيه، وإن الله لا يضيع أهله. وإن الله لا يضيع أهله. إذن فضلت الشيخ مصطفى فرحات، وأذن لما أحد مثلا من غير الموقنين أو من غير المسلمين يسمعها يقول: إيه الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده؟ أذن، يعني أذن فين؟ أذن في الجبال ولا أذن في الصحراء ولا أذن لمين بالضبط يعني؟ وبعدين وأذن في الناس، الناس يعني العالم يعني. نعم. ويأتوك، يأتوك حضرتك أستاذنا جواب طلب. نعم. جواب طلب. إذا أذن يأتوك. يأتوك. نعم. فيأتوك يعني جواب طلب، يعني استجابة سريعة. طيب يعني الأذان ده كان، معلش وقف لي مع أذن. لا، كان الحج مع أذن وما يعني كان الحج وما زال مطلب للجميع. كان وما زال أيام الناس ما كانت تحج على الجبال، وسيظل إلى يوم القيامة. وفي هذا التوقيت احنا حتى في الأيام القريبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا الحرمين، يا رب يا رب، وأن يعيد الحرمين إلينا، وأن يرزقنا في بكة. لأن بكة سميت بكة لتزاحم الناس فيها. فأسأل الله أن نتزاحم فيها طائعين لله، ملبين لله، راجين ما عند الله. فالآن احنا تذهب للحج تجد مكيفات ورخام وطعام. صحيح. وشراب. صحيح. صحيح. ففي مرة مع إخواني فقلت لهم: لو أن الحج كما كان عليه على الرمال بقى والخيام والحرارة لما تحملنا احنا يعني في عصرين. إنما يتحمله المؤمنون، المؤمنون، لأن رغبة المؤمن إنما هي فيما عند الله. لفتة أخرى، أن إبراهيم عليه السلام بعدما قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طب هل إبراهيم صاحب دنيا؟ لا لا، إنما أراد ألا تأكل الدنيا من ذريته فينشغلوا عن الآخرة. الله الله الله، ما أراد لهم الدنيا أصلا، لأن الدنيا ليست مطلب المؤمنين. أرزقهم من الثمرات بس حتى يأكلوا ويشربوا يعني ويكفوا كفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع له ما أتاه. يترك إبراهيم ولده، وده من الاستسلام. الولد يشرب. نتكلم مولانا الشيخ مصطفى في دلوقتي في حاجتين: الاستسلام وأصل المناسك. ما هو أصل المناسك. إنما أصل المناسك يعني شوف وآخر المناسك استسلام. استسلام. تمام. تمام. يعني لما أمر إبراهيم أن يذهب فيذبح ولده، يعني المرحلة الأولى تركه لعله ينجو ولعله يهلك.
يعني يعني بعد كده جاله استسلام في ايه؟ وده نسك. احنا بنتكلم انه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من اين اتى بهذه المناسك. انما السعي أصلاً. انما السعي ساعته هاجر. ومن عجيب بقى الامور ان هاجر حينما كانت تسعى كانت تهرول. لما تيجي ما بين اللي هو الان ما بين العالمين, تهرول. والهرولة ليست على النساء الان. عجيبة. عجيبة من العجيب جدا. تمام. لما ترك إبراهيم هاجر ولدها في هذا المكان لم يكن معهم أحد. الآن قد لا تجد موضع لأحد. سبحان الله وغير الأحوال. سبحان الله. استسلام غير الدنيا. هذا الله. المكان الذي واد غير ذي زرع يجبى إليه ثمراته كل شيء. من الله. الذي يقدر؟ سبحان الله. من الذي يدبر؟ والناس من العالم كله يعني يرزقون. يعني يمكن حضرتك بتشوف انه اللي من باكستان ومن بنجلاديش ومن منين وفاتحين محلات وبيشتغلوا في المحلات والناس بتروح تشتري والناس بتروح تبيع ويعني رواج يعني سبحان رزق. الله. تمام. ثم يؤمر بذبح الولد فيستسلم. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. سؤال وهو سؤال افتراضي جدلي غير حقيقي. لو أن وهذا يستحيل على إسماعيل فهو نبي يطيع. لو أن إسماعيل قال له لا ماذا كان سيفعل إبراهيم؟ كان سيذبحه. يا سلام. استسلام إبراهيم. فإذا به يجد من ولده ما يجعل المهمة أصعب. قال له يا أبتي افعل ما تؤمر. الله. فحينما يكون الولد الله. طيب بار طائع فإذاؤه أشد على القلب. ومع ذلك فلما أسلم الاثنين وتله للجبين خلاص هيذبح ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فهنا جاء الذبح سواء كان في الهدي سواء كان في الأضحية. سبحان ربي العظيم. وجاء الفرج. فإذا بإبراهيم يقول لولده إسماعيل إن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا. لمين البيت؟ إيه اللي يحصل مع البيت؟ ما تعرفش. ولكن ابن هذا البيت. قيل أن جبريل عليه السلام بيّن له القواعد وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا. وقيل أن جاءت الريح إلى آخره. وقيل أن إبراهيم فحر. كلام كثير. الشاهد أنه كثير. وقف على أساس البيت. فبنى إبراهيم البيت هو وإسماعيل. قصة البناء بقى. وهذا من أعظم النسك وفيه لفتة عجيبة. إبراهيم خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا الذي تخلل الحب في قلبه تماما. وليس هناك خليل إلا إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فعلى نبينا وعلى الخليل الصلاة والسلام. وإبراهيم محبب لكل الناس حتى أن اليهود ادعوا أنه يهودي. والنصارى ادعوا أنه نصراني. وقال الله وما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما. إن أولى الناس بإبراهيم لهذا النبي والذين اتبعوه. ليه محبة؟ فخليل يحب الله سبحانه وتعالى حتى خذ هذا الصفة. فإذا بخليل الرحمن يبني أفضل بيت البيت العتيق قبلة المسلمين. يعني تخيل النهاردة يقول لك مثلا فلان بنى مسجد كبير بنى مسجد أكبر أضخم. فهل هناك أعظم ولا أشرف من بيت الله؟ أبدا. يبني الكعبة هو وإسماعيل. وعندما كان يبني وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه. إذن القضية ليست بعظم العمل. فليس هناك أعظم من بناء البيت. ولكن القضية في قبول العمل. شيخ مصطفى معلش عودة بسيطة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ألا يدل هذا على أن البيت موجود يمكن منذ بداية الخليقة؟ قيل أن يمكن قبل الخليقة. قيل أن آدم وجد البيت على إنما يرفع عليه. إبراهيم القواعد يبقى القواعد الأساس كانت مؤسسة موجود. نعم كانت مؤسسة. كأن أساس البيت موجود وإحنا بنرفع الجدران. كانت مؤسسة. وإبراهيم عليه السلام بنى البيت على هذه القواعد. قيل أن آدم بناها وقيل أن الملائكة بنتها وقيل أنه وجدها كذا. الله أعلى وأعلم. ولكن إبراهيم رفع هذه القواعد. تمام. والشاهد أنه هو يرفع هذه القواعد. ولما ارتفع البناء فجيء له بالحجر الذي هو الآن مقام إبراهيم وكان ملتصق بالكعبة. فوقف عليه إبراهيم عليه السلام فإذا بالقدم تطبع في الحجر. دي آية. مقام إبراهيم. دي آية. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب إنسان بيعمل عمل لله ووجد كمان من الآيات والكرامات. هل يشجعه ذلك أن يظن أن العمل مقبول؟ أنه يخشى القبول؟ لا. طيب مولانا وجود المقام بعيد عن الكعبة بيخلي في
تساؤلات. فمعنى هذا انه جدار الكعبه كان اكيد علشان يوقف؟ لا، هو جدار الكعبه كان في موضعه كما هو الجدار المقام كان ملاصق للجدار، ولكن نقل يعني نقل اي نعم نقل نقل في عهد عمر، ولا حرج ان يطاف بالمقام لان في كلام كثير ان يوصل في هذا الامر يحرك بعد ذلك او لا. المساله اظن فيها ساعه والامر للشيخ العلماء. فالشاهد ان هذه الامور، وابراهيم يقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وتب علينا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان الله العظيم، هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الله، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات، الذين يفعلون الأعمال. كما قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها عائشة، قالت يا رسول الله هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ما خايف؟ قال لها لا، إنما هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا يتقبل منهم. يا سلام، كمان قمة الخشية أنهم إلى ربهم راجعون وبين يديه موقوفون، وعما فعلوا سيسألون. هل هذا العمل كان خالصا لي أم شابته الشائبة؟ هل هذا العمل استمر لي أم أنه اعتراه رياء وعجب؟ أنت حضرتك تقصد أن الإنسان يعمل العمل ويخشى ألا يقبل، يعني ويرجو، يعني لا يكون مغرورا بعمله. بل إن ويقرر العمل، إن أنا أقمت الليل وأنا صليت كذا وأنا صمت كذا يعني لا يتباهى. يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، هل يقبل؟ هل قبل؟ يا رب تقبل مني. فيزداد عمل فيظل على ذلك حتى يلقى الله فيفرح بعمله. اللهم اجعلنا إياكم كذلك. مشهد الاستسلام في الحج أو مشهد الاستسلام في قصة المناسك، تجد أن هذا المشهد مكرر الآن ولكن بالأمر. نعم، بالأمر. يعني الاستسلام الأول كان استسلام اختبار، يعني هتستسلم ولا لا، نعم، هتعمل أو لا تعمل، فكانوا يستسلمون. فكان الفرج الذي رأيناه الآن بأعيننا، نعم، واد غير ذي زرع أصبح وادي بأفضل الأماكن في الدنيا، أفضل الأماكن، إن نار تسأل الناس لا لو وأغنى الأماكن. ولو يقول لك لو جات لك فرصة تسافر تروح فين؟ مكة. لو حبيت مكة وبعدين يا فضيلة الشيخ، يعني فاجعل أفئدة من الناس، أفئدة من الناس، يعني شوف لو قال واجعل الناس داخل المكان، شوف أمريكي مثلا ولا يتحدث العربية وقلبه يتوق إلى زيارة الكعبة وإلى من سبحان من الله من المشاهد المبكية. طبعا الطواف بيجمع الكل، أن تجد أعجمي وطبعا يعني من رزق العربية حتى فيها شيء عامية أو كذا بيفهم معاني الألفاظ معاني الكلمات، نعم نعم، تمام. تجد إنسان أعجمي يتكلم بلسان أعجمي، يعني غير عربي، ما بين الركن اليماني والحجر، ويقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة، ويقول لا بقى إيه، يقلب الحاء هاء وهكذا، ويبكي. إحنا سبحان إحنا الذي أدخل الإيمان. إحنا كنا بنشوفهم والله في غاية الخشوع، يعني الواحد كان مع ان الطواف يعني صعب وكده والزحام، لكن كنا الواحد مثلا ينظر حوله ليجد انسان غير عربي واقول سبحان الله ده هو لا يتحدث العربية، وايه الخشوع ده والبكاء. من الذي ادخل الايمان في قلبه؟ الله سبحانه وتعالى. سبحانه. اذا المسألة مسألة ربانية. نعم، مسألة ربانية. الاستسلام في الحج الان، تجد من اول الاحرام اللي لابس قميص جلباب بالعاميه المصريه، لابس بدله، لابس جاكيت، لابس خلاص بينزع كل هذا، وكلهم يستسلمون فيستوون في الثياب، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. ما يجيش واحد بيقول لا ده انا عايز احرام والغني والفقير، انا عايز احرام كذا، لا 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 لا, 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 لا. فبيستسلم يبقى مبسوط، ومبسوط طبعا جدا. مثلا طرح في فوق في انسان بيلم تمن العمره طول عمره جمعيات ومش عارف ايه، والله بيحصل، وتجد واحد ما شاء الله مليونير والاثنين وهم بيلبسوا الاحرام ايه. والله بيحصل، يعني بيحصل. يعني انا يا رب يعني اعدنا لمناسك الحج والعمره يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني انا اعرف ناس فقراء والله يا شيخ فرحات، والله فقراء وبيعملوا جمعيات. طب والله وانا والله شاهد على ما اقول، يقصرون في قوتهم في الاكل،
لا ووقت الاحرام ووقت الاحرام بقى ما يجيش الغني يقول لك لا هات لي حاجه. لا 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 طبعا طبعا تمام. عند استسلام ده ايضا ده نوع استسلام. هذا استسلام ايضا استسلام استسلام لقدر الله وبفرح الله يعني وامر الله عز وجل وبفرح تمام. امر اخر تجد تجنب محظورات الاحرام هذا استسلام لله سبحانه وتعالى. وان كانت محظورات الاحرام كلها مباحه مباحة في غير الإحرام. أيوة في غير الإحرام فتترك المباح يعني النساء مثلا تقليم الأظافر قص الشعر كل تعال بقى الحجر الأسود يتصارع الناس عليه ليقبلوه أو يلمسوه سبحان الله وهناك في رمية الجمرات يرجموه وهذا حجر وهذا حجر حجر تمام سبحان الله استسلام استسلام لأمر تعالى الله. تجد تقف في عرفة وتتجنب عرنة وعرنة هي دي من أرض هي دي أرض نفس التربة نفس التربة وملتصقة بها قف بس هنا ربنا أمرنا بهذا قف هنا سمعنا وأطعنا لا تقف هنا سمعنا وأطعنا تقف بمنى في أنا هو سيدنا إبراهيم مولانا الشيخ فرحات سيدنا إبراهيم فعل هذه المناسك فعل هذه, فعل هذه المناسك إنما فعلها بعضهم في موقفها يعني هاجر سعت هاجر سعت وكتب السعي على الأمة من بعدها تمام تمام وإبراهيم عليه السلام كاد أن يذبح الولد فنزل الفداء فذبحه فكان الهدي من بعده تمام يبنون الهدي والأضحية يبنون البيت ويطوفون فيكون الطواف من بعده فكل هذا النسك في ميزان الخليل عليه السلام عليه السلام وفي ميزان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم فعبادة الحج عبادة عظيمة جدا عبادة عظيمة جدا عوضا عما جاء في شريعتنا يعني يوم عرفة بالمناسبة عشان حتك عايز تكلوا في يوم عرفة طبعا, طبعاً. يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يا سلام. يوم خير يوم خير يوم ولا يعلم في الشريعة أن هناك يوما يتنزل المولى سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا إلا في يوم عرفة. اللهم ارزقنا الوقوف بعرفات يا رب من عاجل وارزقنا من رحمتك وفضلك وجودك ومغفرتك يا رب. ويتنزل إلى السماء الدنيا فينظر إلى أهل الموقف ويباهي بهم الملائكة يقول انظروا الملائكة العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يباهي الله بهؤلاء الحجاج الملائكة يقول انظروا يا ملائكتي إلى عبادي جاءوني شؤسا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم وفي عرفة ويتنزل الملك إلى السماء الدنيا فكم من دعوة تستجاب وكم من كرب يفرج وكم من هم ينفث وكم من عطية من العطايا من رب البرايا خير يوم طلعت فيه الشمس. يهودي قابل عمر رضي الله تعالى عنه قال إن عندكم معشر المسلمين آية لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا. طبعا مسألة تجهيل المسلمين أو استغلال إن بعض المسلمين ونسأل الله أن يعلمنا جميعا وما أبرئ نفسي كلنا بحاجة إلى علم عندهم قصور علمي أكيد. فواحد يقول له انت عندك حاجه جميله لو عندنا احنا لما انتم تعرفوهاش فاذا بعمر رضي الله عنه عمر رضي الله عن الصحابه اجمعين فقال والله اني لا اعرفها واعرف اين نزلت ومتى نزلت وانها عندنا لعيد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه يوم الجمعه مثلا كان الوقفه اختي يوم الجمعه وهو واقف بعرفه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يبقى يوم عرفه يوم تمام الدين. طب واحد يسال يقول يعني طب احنا هنستفيد ايه من تمام الدين تمام الدين استقامه الدنيا والاخره تمام الدين فلاح الدنيا والآخرة تمام الدين نصر الدنيا والآخرة تمام الدين سعادة الدنيا والآخرة. بعض كثير مننا يظن أن التدين عبارة عن الجنة والصراط وعدي لا 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 الآخرة شيء والدنيا شيء والدين لم يأتي لنترك الدنيا إنما جاء الدين لإعمار الدنيا لإعمار الدنيا نفسها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فين حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. يبقى إذن استقامة الدين استقامة الدين وتمام الدين سعادة الدنيا الله. سعادة الدنيا كل الدنيا تستقيم بالدين فتمام الدين دي نعمة كبيرة جدا. طب إحنا نعمل إيه نتعلم بقى نسأل هل كان ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم ما أمر به صلى الله عليه وسلم ما معنى هذه الآية كيف أطبق هذا الأمر كيف أنتهي عن هذا النهي أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عرفة كما كان مع مشعر حلال خارج الحرم في لفتة بقى أن قريش قديما كان الحج موجود على بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام وكان الناس يحجون إلى البيت في أمور كده معينة كان من هذه الأمور أن قريش تقول نحن إذا وقفنا لنقف بعرفة يوم الوقفة ما يطلعوش يشوفوا فين
حضرتك تقصد وما كان صلاتهم من البيت الا مكاء وتصديق. دي حاجه، لا انا اقصد ان هم يوم الوقوف ما كانوش يقفوا بعرفه. يقول لك ده احنا اصلا طول عمرنا عايشين في الايه، في الحرم. تمام. ازاي نيجي يوم الحج نطلع نقف في الحل؟ في حدود الحرم. تمام. وفي حل عرفه في الحل. تمام. عرفه في الحل بره الايه، بره الحرم. فقال لك انا يبقى طول عمري مولود في الحرم وعايش في الحرم من اهل الحرم، وبعدين اقف في مكان بعيد عن الحرم. فيقول لك بقى كانوا مسميين نفسهم الحمص. الحمص اللي هم اهل الايه، اهل الحرم وايه واوليائهم. يعني انت مثلا من مكان بعيد بس ليك حد قريبك، حد بقى صاحبك وليك، فيتقعد بقى معاه جوه. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بقريش تنظر اليه، هل سيقف في موقف قريش أم سيقف فيما أمر به؟ فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصخرات اللي يسمى جبل الرحمة مجازا. تمام. أو جبل عرفات واسمه جبل الصخرات، ووقف عنده وقال وقفت هنا وعرف كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لم يؤثر عنه أنه صلى الظهر والعصر في نمرة. ثم وقف طول عرفة يدعو. وده في دلالة أن الدعاء في عرفة مستجاب. دعا دعاء طويلا، دعا دعاء طويلة. تمام. حتى وقف قوله دعا مقدار سورة البقرة وهو وقف يدعو. فالإنسان يكثر من الدعاء بعرفة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الدعاء بعرفة قال صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إقامة التوحيد، إقامة الاستسلام لله سبحانه وتعالى، لابد 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 أن يكون من بعدها الفرج. لابد أن يكون بعد الفرج. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأصنع جنة وياكم والسامعين ممن يعلمون فيستسلمون لأمر الله. فأنصح نفسي وعامة المسلمين، إذا جاءك أمر الله سبحانه وتعالى فلا تقل لما وكيف، طالما هو أمر الله. انتبه، ليس أمر فلان ولا أمر فلان، لا، أمر الله. جملة واضحة، إذا جاءك أمر الله سبحانه وتعالى فقل سمعنا وأطعنا. يعني فضل الشيخ مصطفى فرحات، أنا بستنبط من لقائنا وتأملاتنا في عرفات حاجتين دلوقتي، يعني اللي هم الاستسلام لأمر الله عز وجل. لأن إحنا لو جينا فكرنا في مناسك الحج بعقولنا زي ما بعض مثلا، والله بعض المسلمين يعني مش عايز اسمي بالاسم، يعني يعني تقول لك يعني الله يرحمها، تقول لك يعني ايه بقى انتوا جايين على حجر وتبسوه وتحطوا ايديكوا عليه وتسلموا عليه، يعني انتوا امرنا مولانا ربنا ورب الحجر. هو ده امرنا مولانا ربنا. مع عمر رضي الله عن عمر لما قبل الحجر قال والله اني لا اعلم انك لا حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبله. والله سبحانه قال أنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الفارق. الفارق بين العبادة الشرعية والوثنية، أن العبادة يعني يقول لك أنتوا عندكم نوع من الوثنية. خلينا نتكلم يعني عفوا، قالوا هذه ليست وثنية. لا ليست وثنية، لا، هذه امتثال لأوامر الله. ربانية حنيفية محمدية. سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. طب ما أنت بنقبل الحجر اللي هو الركن، الحجر الأسود، لماذا لا نقبل الركن اليماني؟ إنما مثلاً المسألة عندنا مسألة تعبدية. لذلك إن أثر الحج واثر العمره، خلي بالك العمره وخاصه في رمضان بتبقى ايه، يعني ايه حاجه بقى فريحه وصلاه مكتوبها لنا جميله كده، حاجه جميلة. متعه. الحج فيه نوع من الصعوبه طبعا، ولكن اثر الحج في القلب اعظم. الله. ما من انسان ذهب الى الحج ثم عاد هو يجد ان حصل فيه شيء من التغير. لعلها لحظه استسلام لله سبحانه وتعالى. نعم. لحظه استسلام، يعني فعل لله خالص ده ينجو به العبد، يتغير به. وهو ده ايضا يذكرنا فضيله الشيخ، كان مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله آمين. كان يقول ديننا افعل ولا تفعل. نعم. يعني احنا مش مساله دعوه ان احنا نوقف عقولنا عن التفكير، لا. انتوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انتم اعلموا بشؤون دنياكم. نعم. فكر فيما يفيدك، فكر في مصلحتك. يا اخي انت عايز تطلع بسفينه فضاء اطلع بسفينه فضاء، عايز تنقب في البحر نقب، في الارض نقب، في البحر نقب، افعل ما تشاء من امور ايه من أمور. لكن فيما يتعلق بالمسائل التعبديه ما تقولش انت بتركع كده ليه،
او بتسجد كده ليه او بتطوف حول الكعبه؟ في حاجه، اولا ما من تشريع، خلينا نتكلم في امور التشريعيه، ما من تشريع شرعه الله سبحانه وتعالى الا ولو حكمه ولو منفعه قد لا نعلمها. تمام، يبقى اذا طبعا لا نعلمه اكيد. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يبقى اذا حتى التشريع انما هو مقدر. تمام، انا بقى كانسان عندي قصور في فهمي، عندي قصور في معطياتي. تمام، ما ينفعش انا اتكلم في الطب لا. وانا ولا درست ولا تشريح ولا كذا ولا كذا، ما درستش، ما اعرفش اتكلم ازاي. وبعدين احنا ما ينفعش انه يبقى حد يتكلم في الهندسه، حد يتكلم في الكيمياء، يتكلم في الفيزياء الا لما يكون عنده المعطيات. الذي يريد ان يفكر في دين الاسلام فلياتي الى المعطيات، يبحث في القران ويبحث في السنه ثم يفكر ويخرج لنا ما يريد بالقواعد والضوابط. انما الذي يريد ان يهجم على اي شيء انما يتكلم بدون علم. ولله ضر من قال والناس اعداء ما يجهلون. طالما هو يجهل اصلا المساله. نعم، فالمساله عندنا انما نحن امرنا بكذا، سمعنا واطعنا، سمعنا قالوا سمعنا واطعنا. ايوه صحيح. تمام، لان جزاء ذلك في الدنيا والاخره. نعم، جزاء ذلك في الدنيا بارك والاخره. الله فيك، الله يشكرك. الوقت عدى بسرعه كده ليه؟ الاستاذ المخرج بيقول لي لا خلاص كده يا عم ادينا شويه كمان. لا الله يحفظكم ويبارك فيك، شكرين يا دكتور، ويجزيك خير وربنا يرفع قدرك ويجزيك خير. شكرك. ويبارك فيكم جميعا ويحفظنا جميعا وعلمائنا ومشايخنا والمسلمين يا رب. ويهدي مصر واهلها ويرزق مصر واهلها والمسلمين اجمعين، ويولي علينا خيرنا وان يتولانا برحمته وادخلنا برحمته في عباد الصالحين يا رب. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. في ختام هذه الفقره من فقرات هذا اليوم المفتوح وهذه التغطية من قناة الرحمة الفضائية ليوم عرفة، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ مصطفى عرفات. الحقيقة كان في تأملات مصطفى فرحات، الحقيقة كان في تأملات بتتلخص في حاجتين. الحاجة الأولانية الاستسلام لقضاء الله ولأمر الله عز وجل. الحاجة الثانية إن الإنسان يعني لا يغتر بعمله، سواء كانت صلاة أو عبادة أو غير عبادة، لا يغتر بعمله. احنا متواصلين مع حضرتكم في هذا اليوم، وبعد هذه الفقرة مباشرة إن شاء الله هناخد فاصل، وبعد كده هنلتقي بحبيبي الغالي الإعلام المتميز الدكتور محمد الشاعر، وفقرة بعنوان شعائر الحج ويوم عرفة، والضيف فضيلة الشيخ نوري خطاب. إلى الفاصل ثم الدكتور محمد الشاعر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله